لعل من أهم المواضيع الرئيسية التي سوف يتم الحديث فيها في هذه الجلسة هي إقرار الحكومة السورية المؤقتة الجديدة. سوف أقدم يوم غد أسماء السادة الوزراء ومسيرهم الذاتية، ويأتي كل وزير ويقدم خطته كيف سيفعل في وزارته لخدمة الشعب السوري ولتنفيذ تصوراتي عن الوزارة. طبعا هناك نقاط أخرى سوف يتم مناقشتها في هذا الاجتماع، من بينها العلاقة الناضجة بين الائتلاف والحكومة، وأيضا النظام الأساسي وتعديلاته في الائتلاف، وأيضا موضوع مجلس الأمن الوطني، وأيضا موضوع وزارة الخارجية، وأيضا هناك العديد من النقاط، الأوضاع المستعجلة والصعبة جدا التي تمر بها كل الأسر في سوريا ويمر بها الجيش. لا أعتقد أن هناك شروطا مسبقة لتشكيل وزارات، هناك حوار، والحوار يأخذ الأسس الديمقراطية في إبداء الرأي والرأي الآخر وصولا إلى نتائج إيجابية. ثلاث أركان هي من الكتل الرئيسية والتي انضمت إلى الائتلاف بعد التوسعة التي حصلت في نهاية شهر أيار في عام 2013، والمجلس العسكري الأعلى قام بتقديم مرشحين في هذه الكتلة وهم 15 عضوا، وقد تم تثبيتهم ومن حقهم أن يمارسوا دورهم في المشاركة في جلسات الائتلاف والتصويت والترشيح. كما تعلم، في الاجتماع الماضي في الهيئة العامة للائتلاف تم إقرار وجود وزارة خارجية ضمن الحكومة السورية المؤقتة، ونحن ملتزمون بهذا ما لم يتخذ قرار جديد في الهيئة العامة للائتلاف. وهناك احتمالات أن تكون وزارة خارجية مرتبطة أو تكون مع أو يحملها رئيس الحكومة. أنا أعتقد أن هناك أجواء إيجابية نعمل أن تستمر، وعندما الكل يذهب باتجاه مصلحة الشعب السوري والكل يبحث عن إيجاد قواسم مشتركة بين جميع المكونات، فأعتقد أن النجاح سوف يكون حليفنا إن شاء الله.